على كل حال اسف طولت، لكن خلينا ناخد السوشيال. في السوشيال كنا بنقول السيسي بيقول لك او بقول لك انه لو كان بيعمل دراسات جدوى ما كانش حقق ربع الانجازات اللي حققها. يا ترى ايه اهم الانجازات اللي السيسي عملها بدون دراسه جدوى؟ نشوف حضراتكم قلتوا ايه في الانجازات دي. اول انجاز من مجدي بيقول اهم حاجه انه قدر يعمل انشقاقات بين كافه فئات المجتمع، حتى بين الاخ واخوه وبين زملاء العمل. والكارثه الاكبر انه عشان يحصل علاج للكراهيه دي محتاجين ثقه في نفسينا واللي حوالينا. تحياتي ليك يا مجدي، فعلا بشكرك جدا. صفاء رأفت بتقول تعويم الجنيه عشان خاطر مصر، اتفاقيه سد النهضه بيصب في مصلحه الوطن او المواطن، تفعيل قانون السويس من اجل اقتصاد جيد، بناء سجون لخدمه المواطنين في ازمه السكن، واخيرا السيطره على الاعلام والاقتصاد والتفريط في ارض مصر لصالح الغرب. وبصراحه مسك مصر كده. شكرا يا صفاء. اللي بعد صفاء احمد بيقول كنت معانا امبارح يا احمد، لاني انا لينكولن ده انا كنت فاكره. 11000 مشروع وهمي مش عارفين هم فين، فقدت مصر فيهم 2 تريليون جنيه قيمه التمويل. تعويم الجنيه ما ادى الى غرقه، الاقتراض من البنوك وصندوق النقد الدولي، اتفاقيه سد النهضه والتفريط في مياه النيل. تحياتي ليك يا احمد عبد الرحمن جدا. رؤى بتقول اهم الانجازات التفريط في نهر النيل اللي هو امن مصر القومي، بيع تيران وصنافير، بيع الشركات، بيع كل شيء مقابل الارز، اغراق مصر في الديون بكثره القروض الغير مبرره، تعويم الجنيه وبناء عليه ارتفاع مستوى التضخم وزياده الفقر. شكرا رؤى محمد. علي عبد الرحمن اهم انجازاته الفقر وتقسيم المجتمع المصري وبيع مقدرات مصر. شكرا علي. اللي بعد علي ساره بتقول تقصد المشروعات اللي عملها بدون جدوى، مشروع قناه السويس، مشروع التابلت للمدارس، مشروع مليون ونص فدان، مشروع العاصمه الاداريه الجديده، مشروع ال 100 مليون صحه، مشروع مزارك السمك والجمبري، مشروع ده انت ايه يا صفاء يا ساره؟ ايه يا ساره؟ ايه يا ساره؟ مين دي؟ ساديليا مالك، خليها مالك. بيقول هو حقق اغلب الانجازات اللي جاء من اجلها، وهي القضاء على الثوره، تشويه الاسلاميين، وجعل مصر في اخر الدول. مظبوط يا مالك، بشكرك جدا. محمد علي بيقول الحاجه الوحيده اللي السيسي عملها عمل فيها دراسه جدوى ونجح فيها هو الانقلاب العسكري، واذلال شعب تحت خط الفقر، وسرقه بلد بكل خيراتها والكذب. تحياتي ليك يا محمد علي. حسن بيقول حفر الترع العاصمه الاداريه اللي بيبيع اصول البلد لاستكمال البناء وانجازاته، جميع الدول بتفتش على مطارات مصر كلها، وتنازل عن تيران وصنافير وغزل المتوسط ومياه النيل، دي انجازات الذكر. شكرا يا حسن جدا. دكتور نور بتقول السيسي فعلا انجز مهمته على اكمل وجه، وهي انه خلى مصر صفر على الشمال في كل حاجه، وهدم البلد ومجالاتها بشكل كامل. شكرا يا دكتور نور. اللي بعد دكتور نور اللي بعد دكتور نور طيب مختار بيقول اهم الانجازات التعليم، يعمل ايه ببلد ضايع؟ احنا فقراء قوي، انا مش قادر اديك، هناكل بطاطس من البلد، تشييد عشرات السجون، وقبل هذا مذابح واعتقالات لكل الاطياف وعلى كافه المستويات عشان يتكلم زي ما هو عايز ومحدش يرد عليه. شكرا مختار. اللي بعد مختار محمد بيقول لا علاقه للسيسي بدراسات اما الانجازات الفنكوشيه فهي كتيره جدا، منها تخزين مصر واغراقها في الديون والتنازل عن السياده في سد النهضه، تيران وصنافير، غاز متوسط، تحطيم العمله، افقار وتجويع الشعب. شكرا محمد. خلينا بعد الفاصل القصير هناخد بقى شويه نصايح بيقولها السيسي على جبلية القرود على كيان العسكري، بس بعد الفاصل.